السلام عليكم يا أحلى متابعين في الدنيا، يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة عندي فكرتين، مش فكرة واحدة بس، من علبة اللبن. طيب دوس دلوقتي لايك حالا وكمل الفيديو للآخر علشان إن شاء الله الفكرتين هيعجبوك. بس الأول، إيه اللي أنا بغلف بيه علبة اللبن دوت؟ دي الولاعات اللي بتتباع في السوبر ماركت، بيبقى ده الغطا بتاعها اللي هما بيحطوا فيه الولاعات. أنا لقيت شكله حلو جدا، فقررت إن أنا أعمل منه ديكور حلو جدا. فدوس دلوقتي لايك لو انت نسيت، تدوس لايك وكمل الفيديو معايا للآخر علشان ان شاء الله الفكرتين هيعجبوك. دي كده اول فكرة معايا وهي علبة المناديل. وتاني فكرة معايا وهي الفازة. انا بصراحة حبيت الفازة اكتر من علبة المناديل. دوس بقى دلوقتي لايك حالا لو لسه ما دوستش، ولو لسه اول مرة بتتابعني اضغط اشتراك وفعل الجرس عشان يوصل.